مقاطع فيديو تفضح وتكشف مشاركة أجنبة في القتال في صفوف الميليشيات في طرابلس ضد الجيش الليبي. قبائل ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغربية يؤكدون دعمهم الكامل للقوات المسلحة. ميليشيات السراج تجبر ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام إلى صفوفهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث. كشف المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عن مقاطع فيديو وجدت في هاتف أحد عناصر الميليشيات بمحور العزيزية، وهي تظهر مشاركة أجانب في القتال مع الميليشيات المسلحة والإرهابيين والمطلوبين دوليا. الفيديو أظهر أجانب يقدمون المشورة للميليشيات المسلحة فيما يبدو أنهم خبراء عسكريون، كما ظهر أحد الأجانب وهو يستخدم منظومة متطورة للاتصالات. الفيديو أيضا يظهر مدى التدخل الأجنبي السافر في الصراع إلى جانب الميليشيات المسلحة. هذا فيما أكد المتحدث أنه في حال القبض على هؤلاء الأجانب فإنه لا يمكن معاملتهم معاملة الأسرى، ولا تنطبق عليهم القوانين الدولية، وسيتم معاملتهم معاملة الإرهابيين. Just to the right of it? Just to the left of it.
And then slide this way and try to put one through that fucking window if it's good enough. Got it. Alright, so real quick, just so you know, this is it. Okay, alright, well, I'm going to bring it out. I'm going to do the old fucking work. I'm trying to. So where do they want me to put the round? So 1.5 meters to the right of the left. Yeah. Okay. Yeah, he said there. All right, Philip. How about I put it in the room using the big hole up into the right? Greg, let's try this building next door too. Where the clock is. Hold on. Hold on. وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف من القاهرة السيد حاتم صابر الخبير العسكري واستراتيجي في قضايا الإرهاب الدولي. أهلا وسهلا بك سيد صابر. في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث، أشخاص يرتدون زي عسكري، مستشارون ربما عسكريون والبعض منهم محاربين، يتحدثون لغات أجنبية بطلاقة وحتى ملامحهم واضحة وتدل على ذلك. هذا التدخل على الأرض الآن الموجود ومساندة الميليشيات رغم نكران كل من موجود في سدة الحكم في طرابلس وعلى رأس فايز السراج، تفضل. أولا تحياتي لحضرتك وللشبيبي وخص بالتحية الجيش الوطني الليبي القاهر لعمليات أو القاهر للتنظيمات الإرهابية التي يحقق كل يوم النجاح مشهورا ملحوظا، وأعتقد أنها باتت أيام أو ساعات قليلة ويعلن الجيش الليبي انتصاره على هذه التنظيمات. أولا الوضع في ليبيا بالتحديد في وضع طرابلس هو وضع حساس وحرج، واعتقد ان هذه الفيديوهات اظهرت للعالم اجمع من الذي يدير الامور او من الذي يدير الشأن الليبي في منطقه طرابلس، وبالاخص ما يتحكم في الثروات الشعب الليبي التي يسعى بعض قوى الغرب على باستمرار على محاوله سرقه ثروات الشعب الليبي منذ ان اندلعت احداث ليبيا عام 2011، ونحن نتابع كل محاولات الغرب وبالتحديد بعض الدول ان ذكرها محاولات مستميته لوضع الدوله الليبيه على مصاف الدول الفاشله وتمكين تنظيمات ارهابيه سواء كانت من الداخل او من الخارج او مدعومه باجانب مثل ما تفضلت حضراتكم ونشرت هذه المقاطع. كل هذه الامور اعتقد انها توضح للعالم اجمع من الذي يريد ان يتحكم في ليبيا في وسط صمت تام من الحكومه التي اعتقد لم تعد الان حكومه وطنيه تخشى على صالح المواطن الليبي بعد ان سمعت كل هذه الادله التي تؤكد بما يدعى مجال للشك ان كل استمرارها او بقائها في سده الحكم مع كل هذه التنظيمات الارهابيه دون ان تحرك ساكنا، اعتقد ان الامر واضحا فهي تبارك هذه العمليات لخدمه مصالح شخصيه فقط ليست لها علاقه بمصالح الشعب الليبي العظيم. طيب سيد صابر، حضرتك ذكرت ان الوضع في طرابلس بشكل مخصوص والعمليات العسكريه هناك حساسه، نحتاج الى معرفه مدى حساسيه الوضع هناك. اولا طرابلس تضم اكثر من 6 أو 7 تنظيمات ارهابيه
متناحرة ومتداخلة العقيدة ومختلفة التمويل. كل هذه أعتقد أن ميليشيات طرابلس تحالفت مع ميليشيات أخرى في سبراتا ومصراتا وزلتان والأمازيغ. كل هذه التشكيلة الغير اعتيادية في منطقة العاصمة الغنية بالثروات الوضع أو ثروات الشعب الليبي، لا سيما مصافي النفط وما شكلها من هذه الثروات، مركز القرار المالي والسياسي تقصد يعني. نعم، ويصعد من مهمة الشعب أو يصعد من مهمة الجيش الليبي الذي ضرب بقوة في كافة المناطق المحيطة بطرابلس، وهو في طريقه الآن لتحرير طرابلس العاصمة وتحرير الدولة الليبية من براثن التنظيمات والجماعات الإرهابية. طيب سيد، نعم سيد حاتم، دعني أسألك، هذا الفيديو وجد في هواتف أحد المقاتلين إلى جانب الميليشيات وهو شخص إرهابي، دعني أسألك، إذن الآن الجيش يخوض حرب ضد مرتزقة أجانب من دول أخرى وعسكريين أخرى، ربما حتى البعض منهم مستشار خلف الستار ولم يظهر في الفيديو، القانون الدولي كيف يجرم ذلك؟ إذن الحرب التي يقودها الجيش الليبي هي حرب ضد قوات أجنبية موالية الميليشيات ومرتزقة أجانب دفع لهم المال ضد الجيش الليبي. بالتأكيد، أولا القانون الدولي لا يعتبر هؤلاء الإرهابيين أسرى حرب، لأنهم يعني عذرا، ما هي شرعية تواجدهم في ليبيا؟ ما هي شرعية تواجدهم وحملهم للسلاح ضد الجيش الوطني الليبي؟ أتذكر حضرتك بعد اندلاع أحداث ليبيا 2011 وجدنا قوات ترتدي الزي العسكري القطري وتحمل العلم القطري، وأطلقت تصريحات أنها شاركت في قتال الشعب الليبي أو ضد الشعب الليبي، معتقدة ظنا منها أنها تنصر الشعب الليبي. أعتقد الآن نعم أصبح الأمر قوات مع عبد الحكيم بالحاج بالتحديد. نعم، يعني دولة مثل قطر تبعد آلاف الآلاف الأميال عن دولة ليبيا الشقيقة وتشارك بعملات عسكرية في الداخل، أعتقد أنها لخدمة مصالح ما. نفس الشيء إذا شاهدنا هذه المقاطع الفيديو، أشخاص أجانب يحملون السلاح في وجه الجيش الوطني الليبي، أعتقد أن هذا الأمر له بعد سياسي لمن دفع لهم وأوجدهم في العمق الليبي ببغية تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة، مثلما ذكرت في بداية مداخلتي. أعتقد أن الجيش الوطني الليبي الآن بات يحكم السيطرة وفي طريقه على في القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية، وإحراج كل الدول التي تدعم هذه التنظيمات إحراجا دوليا. أعتقد أن التحركات قيادة الجيش الليبي سواء كانت تحركات سياسية أو اتصالات هاتفية مع سياسة كبار، أعتقد أن هذا الأمر واضح. وصلت، نعم واضح واضح. شكرا جزيلا لك سيد حاتم صابر، الخبير العسكري والاستراتيجي في قضايا الإرهاب الدولي، كنت مع عبر الهاتف من القاهرة، وانضم إلي عبر الهاتف من مدينة البيضاء المهتم بقضايا الأمن القومي السيد فيصل براقي. أهلا وسهلا بك في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث، وعملية ظهور ضباط ربما البعض منهم أجانب الآن موجود إلى صف الميليشيات يحارب، يعطي التعليمات والتكنيك العسكري والخارطة والخطة بشكل أو بآخر، والبعض منهم قناصون متحصنين في مباني في مدينة طرابلس داخلها وفي ضواحيها. عملية هذا التورط وإدانة دوليا، وهذه العملية كشف عنها الجيش، تفضل. نعم، مساء الخير أستاذ الصباح. أهلا بك. نعم، يعتبر هذا الأمر تطور خطير في حرب القوات المسلحة ضد الميليشيات، ومن هنا نستطيع أن نفهم مدى استماتة دولة بريطانيا أو المملكة المتحدة في إيقاف حرب القوات المسلحة لتطهير العاصمة من هذه الميليشيات. نعم، من خلال المتابعة الأولية للفيديو الذي ظهر تستطيع أن نفهم باللغة الإنجليزية كانت واضحة، وبأن هؤلاء مرتزقة لا يسري عليهم القانون الدولي، وبالتالي دخولهم كمستشارين يقدمون النصح ويقومون بالاشتراك المباشر والاشتباك المباشر ضد القوات المسلحة، أيضا من خلال ما ظهر في المؤتمر الصحفي للسيد المصماري جرى الحديث عن استخدامات الطائرات بدون طيار لرصد تحركات القوات المسلحة. جميعنا يعلم بأن الميليشيات غير متطورة وغير مدربة التدريب كامل، وبالتالي العنصر الأجنبي هو الموجود، العنصر الأجنبي اللي نفهم تم جلبه من خلال دوائر المخابرات للسفراء، تم جلبهم لمحاولة إيقاف القوات المسلحة لتطهير العاصمة.
إذا التواطؤ من المجلس الرئاسي ليس التواطؤ، الانخراط في حرب القوات المسلحة والعمل على تقويض المشروع الوطني من خلال إعاقة تحركه وهو عمل يجرم عليه. طيب. ومن هنا هذا الأمر يحتاج إلى جهد من القوات المسلحة، توثيق ورفع إلى مجلس الأمن والبحث الأمامية لإضافة هناك عنصر أجنبي يقوم بمقاومة القوات المسلحة. طيب سيد فيصل، دعنا نعود ربما من عامين أو ثلاثة، فيتصرح خبير العسكري للميليشيات وقال أن الثوار الآن غيروا تكتيكهم، وتغيير هذا التكتيك بشكل أو بآخر الآن اتضح أن المقاومة التي يقودها ما يسمون أنفسهم ثوار، وهم مجموعة من الكتائب المسلحة الإرهابية التابعة للسراج والمطلوبين، وعملية الجمود العسكري الآن التي وصفت والتحصن في المباني وقصف المباني السكنية وقصف المدنيين واستهدافهم، هو إذن استشارات عسكرية من مرتزقة أجانب من ضباط ومستشارين وغير ذلك. نعم، من الواضح هناك عدة شركات ظهرت فيها بهذا العمل وهم عبارة عن ضباط سابقين مثل بلاك ووتر من خلال إيركبنت، وكثير من الشركات لديها الرغبة وتعمل في مناطق الصراعات والحروب الأهلية من ضمنها كانت ليبيا والعراق، ومن هنا هؤلاء هم يقدمون الاستشارات نظير الدفع، يعني من الغريب أن يدفع ثمن النفط والريع الليبي للمقاتل الأجنبي ليقوم بقتل الليبي، يعني مرحلة من التواطؤ ومن حالة الوطنية وصل إليها المجلس الرئاسي منخرطا، المجلس الرئاسي بالسيد فايز السراج بفتح المجبري جميعهم. طيب سوف أعود إلى هذه النقطة، هذه النقطة السياسية مهمة جدا، ابقى معي سيد فيصل. ينضم إلي من تونس المحلل السياسي من تونس العاصمة السيد باسل الترجمان، أهلا وسهلا بك سيد ترجمان. عملية نكران المجتمع الدولي لوجود أي قوات على الأرض منذ تحرك أحد الأساطيل الأمريكية التي سحبت قوات قالت أنها موجودة في طرابلس وظهر ذلك بالصوت وبالصورة، وقوات أخرى يقال أنها هندية لكن البعض رمى أنها تنتبه في أحضان الخليج، لكن كانت الهند هي عبارة عن ستار الآن، وجبهة النصرة التي نقلت بعض مقاتليها وآخرهم إيماموفيتش البوسني الآن متواجد في طرابلس مع أسرته، كل هذا الخليط الآن كيف تقرأ؟ هؤلاء مطلوبين دوليا في جبهة النصرة يحاربون في سوريا واليمن، انتقلوا إلى طرابلس، هنالك مستشارين أجانب موجودين، هذه الخلطة الآن العجيبة كيف الممكن أن تفهمها وتحويل طرابلس إلى بقعة صراع داخل الأراضي الليبية؟ تفضل سيد ترجمان. تحياتي إلى الجيش الوطني الليبي في معركة تطهير ليبيا من حلول الإرهاب والعصابات الإجرامية. نعم. تحية للجنود الضباط الصف الضباط للقيادة، تحية لأرواح شهداء الجيش الوطني الليبي ولجرحاه اللي قدموا التضحيات من أجل تطهير ليبيا وإعادتها دولة مستقلة ذات سيادة على أرضها وثرواتها. باعتقادي أن اللي قاعد يصير اليوم يعني في طرابلس ليس جديدا، هو استمرار لنهج لم يبدأ اليوم، بدأ منذ فبراير 2012، حيث يعني هذه الجماعات الإرهابية بمسميات مختلفة، مرة يلبسون الكرافتات ومرة يقطعون الرؤوس، هم يقوموا بنفس الدور الذين بدأ كلفوا به منذ تلك الفترة، واليوم هو استمرار لهذا الدور. فقط المتغير الأساسي الوحيد أنهم استشعروا الهزيمة فاستنجدوا ببقية العصابات، ولكن هذه يعني أنا باعتقادي أن هذا التجمع هو تجمع للمهزومين للفاقدين السيطرة على أنفسهم، هم يحاولون الاستنجاد اليوم بعصابات النصرة وداعش القادمين أفواجا من سوريا من تركيا. نعم. وبدعم قطري واضح ومكشوف، لم يعد هذا خافيا على أحد، وبالتالي هذه المعركة هي معركة حسم قد تطول، قد يكون لها يعني كثير من المد والجزر، ولكن أنا باعتقادي أن الجيش الوطني الليبي يعني عاقدا العزم قيادة وجنودا ووراء نعم
طيب. من شرفاء ليبيا. طيب أهمية إثارة مثل الآن هذا الفيديو كان بشكل ثابت وواضح الآن مع نكران الرئاسي وهو الغطاء السياسي لهذه الجماعات الإرهابية والمطلوبين دوليا الذين يقاتلون في طرابلس، الآن أهمية التحرك دوليا سيد ترجمان إلى الدعوة إلى فضح هؤلاء، هنالك مخابرات تعمل وهنالك بجانبها تقف جبهة النصرة التي أتت برجالها عبر إعزاز من 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 سوريا انتقالا إلى تركيا وصولا إلى مصراتة وطرابلس، أهمية التحرك الدولي الآن وما هي السياسة التي من المفترض أن تتخذ في هذا الجانب؟ يعني من الواجب في البداية بعد نشر هذا الفيديو أن يكون هنالك إدانة واضحة لهذا التحالف واضحا للأسف بين يعني حكومة السيد فايز السراج والجماعات الإرهابية. نحن كنا نعلم من قبل أن السيد فايز السراج ليس لديه قوات، وكان يعمل الصراف الآلي للصرف على الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا. ونذكر جميعا أنه عندما تمت عملية بن قردان محاولة إخلاء الداعشية في بن قردان في مارس 2016 في تونس، كان السيد فايز السراج رئيسا لحكومة الميثاق الوطني ولم يحرك جنديا من طرابلس إلى الحدود مع تونس لأنه لا يملك قوات عسكرية. فنعلم أن هذه كلها مجاميع ميليشيا عصابات، وهو عصابات جريمة منظمة، عصابات إتجار بالبشر، عصابات تهريب مخدرات وعصابات نفط أيضا عابرة للقارة تتمركز حاليا في غرب ليبيا. وبالتالي هذه العصابات تعتبر أن هزيمتها هي هزيمة لقاعدتها الاستراتيجية وقضاء عليها. يعني هي استفادت في الثماني سنوات الأخيرة من مبالغ لا يصدقها عاقل. عندما يخرج السيد غسان سلامة قبل أشهر قليلة ويقول أن في كل يوم يولد مليونير في طرابلس، فهذا كلام يستحق الاهتمام. هذه الأموال التي تذهب وتسرق. نعم شكرا جزيلا لك. نعم السيد باسل ترجمان المحلل السياسي من تونس. أعود إلى السيد فيصل بريقة من البيضة. الآن الدبلوماسية الليبية تحدثنا عن الحكومة الليبية، وللتصحيح ليس اسم الحكومة المؤقتة الآن، هي الحكومة الليبية الوحيدة في ليبيا، لا يوجد حكومة مؤقتة. المجلس الرئاسي هو جسم مغتصب للسلطة الآن، وفايز السراج يعيش دور الرئيس الآن ورئيس الوزراء مع أنه هو رئيس مجلس رئاسي وليس رئيس وزراء، ليس موضوعنا. لكن أهمية التحرك من جانب مجلس النواب والحكومة الليبية والخارجية أيضا والعمل الدبلوماسي من أجل التحرك بشكل سريع، كيف ممكن أن نعمل على ذلك؟ نعم هذا يحتاج إلى غرفة أزمة، يعني وزارة الخارجية من خلال الحكومة الليبية المؤقتة مع القوات المسلحة مع جهاز المخابرات العامة، يجب أن يتم توثيق هذا الأمر من خلال المستندات والتسجيلات، وأن تتحرك مجلس النواب من خلال الرئيس ومن خلال جهاز الخارجية لرفع هذه المستندات إلى جامعة الدول العربية حتى يتم الاطلاع عن مدى الكارثة وعن هول الكارثة التي تمر بها ليبيا من خلال حرب مرتزقة ضد جيش وطني يقوم باستعادة الوطن لصالح الوطن. هذا الأمر يتطلب إلى هذا الجهد تنسيق الأدوات الأمن وتنسيق أدوات المخابرات والخارجية مع القوات المسلحة، أيضا الذهاب إلى الاتحاد الأفريقي، أيضا الذهاب إلى القوة الداعمة لنا. نعم شكرا جزيلا لك سيد فيصل بريقة المهتم بقضايا الأمن القومي والمحل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من مدينة البيضاء. وفي ذات السياق أوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تخوض حربا ومعارك مستمرة طاحنة نجحت فيها بوضع الميليشيات والإرهابيين في كماشة محكمة بمنطقة العزيزية هناك. كما أكد المتحدث العسكري في مؤتمر الصحفي أن وحدات الجيش تتقدم في مناطق عينزارة والسواني وكوبري المطار، مشيرا إلى أن الميليشيات تتقهقر وتنسحب من منطقة صلاح الدين باتجاه منطقة الهضبة، مشيرا إلى أن الجيش لا يستخدم التمهيد المدفعي أو قصف الطيران كما هو متعارف عليه في العلوم العسكرية الدولية، بل يستخدم على اقتحام سلاح المشاة للحفاظ على حياة المدنيين في طرابلس. هذا فيما أشار المتحدث أن السلاح الجوي استهدف معسكرا للإرهابيين في منطقة تاجورة يحتوي مخزنا للذخيرة وتجمعا للآليات.
إلى ذلك أكد المتحدث العسكري أن الطائرة التي أسقطتها القوات المسلحة بعد قصفها لقاعدة الوطية الجوية سقطت على بعد 40 كيلومترا من مدينة العجيلات، وأن وحدات الاستطلاع عثرت على مظلة وكرسي الإنقاذ الخاص بالطيار. وأوضح المتحدث أن الطيار الذي كان يقود الطائرة هو الطيار إكوادوري يدعى بوريس رايس، وأنه يتخفى بمحيط مناطق العجيلات بعد سقوطه، وأن أجهزة المخابرات تتابع الطيار وتعلم مكان وجوده. إلى ذلك أشار المتحدث العسكري أن المدعو عبد الرحمن السويحلي وخلال زيارته لمواقع الميليشيات والجماعات الإرهابية في محاور طرابلس استقل سيارة عليها شعار لقوات إيطالية حيث بدت ألوان العلم الإيطالي بشكل واضح. هذا فيما أكد المتحدث العسكري أن مثل هذه الصور والأحداث تكشف لنا يوما بعد يوم عن طبيعة الجهات التي يقاتلها الجيش، وتزيد القوات المسلحة والشعب الليبي إيمانا بقضيتهم الوطنية، وتقوي من عزائمهم في المواجهة التي لن تقف حتى يتم القضاء على الميليشيات والمرتزقة والمطلوبين دوليا. هذا فيما أبدت الصحفية الإيطالية المهتمة بالشأن الليبي فاناسيا توماسياني بشهادتها من معركة طرابلس بين قوات الجيش والقوات التابعة لحكومة الصخيرات من الميليشيات من الخطوط الأولى للمعارك. هذا فيما كشفت توماسياني عن تركز الاشتباكات التي لم تتوقف على طريق المطار، مؤكدة في ذات الوقت وجود العديد من المقاتلين التابعين لتنظيم أنصار الشريعة ممن يقاتلون جنبا إلى جنب مع القوات التابعة لحكومة الصخيرات. Mentioning the Kalmatar, I mean the clashes in the Kalmatar never stop because there are a lot of fighters of Antares soldiers. So they say we don't want to fight, but what we can do if we defeat after they probably. وفي شأن آخر أكد أعيان وحكماء القبائل ومؤسسات المجتمع المدني بمناطق ومدن المنطقة الغربية خلال البيان الختامي لملتقى القبائل والمدن بالمنطقة الغربية الذي أقيم في مدينة ترهونة، أكدوا على نقاط مهمة تتمثل في الدعم والمساندة الكاملة للقوات المسلحة وعملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس التي أطلقتها القيادة العامة بقيادة القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر. كما أكد البيان على أن أفراد الجيش هنا هم أبناء القبائل والمدن الليبية من كامل تراب الوطن بجميع مكوناته الاجتماعية، ولا علاقة لهم بالجهوية والقبلية. البيان الختامي لملتقى القبائل والمدن الليبية ومؤسسات المجتمع المدني للمنطقة الغربية، ونحن نستشعر خطورة ما آل إليه الوضع العام في ليبيا التي تهكر سياستها وضاعت مقدراتها وسلبت إرادتها السياسية وتقطعت أوصالها نتيجة لسيطرة العصابات المسلحة الإجرامية والجماعات المتطرفة والإرهابية التي شرعت نفسها وهيمنت على مصادر صنع القرار في غياب قوة القانون وضعف المؤسسات. فمارست الإرهاب بكل أنواعه ضد المواطن وعبثت بالوطن وأهلته للأجنبي، وعملت تلك المجموعات أجندات كانت فيها مجرد بيانات تحققها إرادات وأهواء لا أغراض ونيات لصالح البلاد والعباد. هذا فيما دعا البيان العقلاء والحكماء والشباب المغرر بهم في المناطق والمدن الليبية للاصطفاف إلى صف الوطن، وأن الفرصة لا زالت سانحة لهم لتجنيب الوطن المزيد من إراقة الدماء. هذا فيما أدان البيان بأشد العبارات الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم جراء ما تعرضوا له من قصف جوي بطيران حكومة الصخيرات محملا مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وديوان المحاسبة كامل المسؤولية القانونية في إهدار المال العام وصرف مليارات الدولارات على الميليشيات والعصابات الإجرامية. واستجابة للإنشاءات المتكررة من أبناء العاصمة وكامل قبائل المنطقة الغربية للقوات المسلحة العربية الليبية لاستلام واجبها الوطني في تحرير العاصمة من سلطة الميليشيات والمجموعات المسلحة التي جذبت على قلوب الليبيين سنوات عدة فأهلكت الحرب والنفس
وعادت للأرض فسادا واستحوذت على كافة محضرات المواطن من غذاء ودواء والمجاوزة به والمقاربة عليه في وقت النهار. وفي هذا الوقت الذي تسطر فيه قوات المسلحة أربع ملاحم سكونية وتترجم فيه بشكل عملي مسيرة الدفاع والجهاد الليبي عبر التاريخ. تواصل الميليشيات المسلحة والإرهابية في مصراتة وطرابلس بزج الأطفال والمهاجرين غير الشرعيين في المواجهات العسكرية ضد الجيش الوطني، بالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وضعاف البصر للانضمام إلى صفوف القوات الإرهابية دون مراعاة لوضعهم الصحي والإنساني. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر عما ما يحدث هناك. تواصل الميليشيات المسلحة والإرهابية في مصراتة وطرابلس زج الأطفال والمهاجرين غير الشرعيين في المواجهات العسكرية ضد الجيش الوطني في المنطقة الغربية وطرابلس، فلم تتوقف عند هذا الحد، بل أجبر ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وضعاف البصر للانضمام إلى صفوفهم الإرهابية مقابل مبالغ مالية طائلة دون مراعاة لوضعهم الصحي والإنساني الذي يتطلب عناية وأهمية خاصة. الميليشيات المسلحة والإرهابية تستخدم كل الطرق والوسائل لوقف تقدم القوات المسلحة في طرابلس، فقد استعانت بتركيا وقطر الداعمتين للإرهاب في العالم لمساندتهم. وفي آخر حدث أثار جدلا واسعا في البلاد، استعان الحشد الميليشياوي بإيران التي مدتهم بالأسلحة والعتاد، مخالفة بذلك العقوبات الدولية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وكل ذلك لمنع تحقيق الاستقرار والأمان في ليبيا الذي تهدف قوات الجيش الوطني إلى تحقيقه. جرائم إنسانية بشعة يسجلها التاريخ لأفعال الميليشيات المسلحة والإرهابية بطرابلس ومصراتة، ابتدأت بقصف المدنيين وتقتيلهم واستهداف ممتلكاتهم لاستعطاف المجتمع الدولي للوقوف مع ميليشيات الإسخيرات، واختتمتها بإجبار الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة للحرب في صفهم، معارضة بذلك المواثيق والمعاهدات الإنسانية المحلية والدولية. أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعميما يحذر من التعاملات المالية مع السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميلتس، وطلبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل للبحث في ما أسمتها شبهات فساد مرتبطة بالمؤسسات والشركات الليبية التي تتعامل مع شركة السفير البريطاني السابق. هذا فيما أشار التعميم إلى أن بيتر ميلت لا يزال يعمل مع الأخوان الإرهابيين، وهو حاليا مواطن عادي لا يحمل أي صفة اعتبارية قانونية، ويعتقد أن يمكنه توفير الدعم السياسي للإرهابيين المسيطرين على مدينة طرابلس في غياب تكليف سفير جديد لبلاده. قال مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة إن العمليات العسكرية في طرابلس متواصلة وليس لها علاقة بأي عمل أو مبادرة سياسية، وأن القوات المسلحة ليست مسؤولة عن تأجيل المؤتمر الجامع. وأوضح مدير المكتب القائد العام إن الجيش يخوض حربا منذ 5 سنوات ضد الإرهاب، بدأ من بنغازي مرورا بالهلال النفطي ثم درنة وبعدها الجنوب والآن في مدينة طرابلس كآخر مرحلة في هذه الحرب. هذا فيما أضاف مدير مكتب القائد العام أن الجيش يقاتل الميليشيات والإرهابيين والمطلوبين دوليا، موضحا أن شرعية عمليات الجيش ضد الإرهاب منبثقة مع مجلس النواب الذي بارك العملية وأثنى عليها. تعتبر المواقف المتلونة لعضو المجلس الرئاسي المقاطع والموجود والمقاطع فتح المجبري دليلا واضحا على انتمائه لحكومة الصخيرات التي دائما ما يتهمها بدعمها للميليشيات والجماعات المتطرفة، كما تؤكد اجتماعاته العديدة التي يعقدها استمرارا عدم استقالته من حكومة الصخيرات. دائما ما يناقض فتح المجبري نفسه من خلال إصداره لبيانات وقرارات لا تتعدى كونها حبرا على ورق، فقد أدخل الأخير نفسه في دوامة الشبهات من خلال أفعاله الغريبة، فمن جهة يعلن المجبري عن استقالته من حكومة الصخيرات بسبب ما قال أنها سيطرة الميليشيات على قراراته، لكن هذه الاستقالة
ظهرت بأنها مجرد تعليق لمشاركته في حكومة سخيرات، ولربما محاولة ليتمكن من التنقل في المدن والمناطق الرافضة لهذه الحكومة. الوجه الحقيقي لفتح المجبري ظهرت حقيقته عندما اتهم السراج وسيالة وعماري زايد باحتكار مؤسسات الدولة والتفرد بالقرارات، وأتبع هذا الاتهام باجتماعاته السرية معهم التي لا يتوقف عن عقدها بين الحين والآخر. التلون بدا واضحا في مواقف المجبري الذي يعلن رفضه لحكومة السخيرات في العلن، ويدعم ويساهم في قراراتها في الخفاء، بل ويعقد اجتماعات دولية بصفته عضوا في حكومة السخيرات، اجتماعات خارجية عديدة يعقدها فتح المجبري مع شخصيات عرف عنها انتماؤها للفكر المتطرف ودعمها للحشد الميليشيوي في طرابلس. ومن خلال كل هذه الأفعال يبدو واضحا أن الرفض الذي يعلنه المجبري لحكومة السخيرات ما هو إلا أكبر أنواع الدعم خبثا. لقناة ليبيا الحدث، مجدي بطرة. منذ ظهوره بقوة على الأحداث في ليبيا ومصادرته للمشهد الديني، يتوقف المفتي أو لم يتوقف المفتي المعزول الصادق الغرياني عن فتواه المثيرة للجدل والمحرضة على القتل والإرهاب والممزوجة بالنكت. التقرير التالي والتفاصيل. منذ ظهوره بقوة على سطح الأحداث الأخيرة في طرابلس، لم يتوقف المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني عن فتواه المثيرة للجدل، ورغم أنه بات ينجح للعنف كثيرا في السنوات الأخيرة، إلى أن آخر صيحة من فتواه هذه المرة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. الغرياني يفتي بحرمان الليبيين من الحج والعمرة لأكثر من مرة، نعم هكذا كان العنوان، رأي ليس له أساس ديني بغرض عدم القدرة المادية على تكرار فرائض الله، بل رأي سياسي لمن لم يعتقد بأنها نكاية في السعودية التي أدرجته وحلفائه على قوائم الإرهاب. يتحجج الغرياني في فتوى هذه المرة التي أعلنها وقال بأنه يتحمل مسؤوليتها بقتل السعودية للمسلمين في اليمن وليبيا، بل أنه تنبأ بأنها ستقتلهم أيضا في كل من الجزائر والسودان وتونس. فتوى تأتي في ظل دعوات قيادات سعودية لمقاطعة السياحة في تركيا حيث مكان إقامته منذ طرده من طرابلس سنة 2016. أقول للناس المعتمرين وللحجاج، من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين، يقتلونهم في اليمن ويقتلونهم في ليبيا وسيقتلونهم في السودان وسيقتلونهم في الجزائر وسيقتلونهم في تونس، وكما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فسادا بأموالهم. فمن حج ويعتمر مرة فحجه بعد ذلك وعمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما، وعليه أن هذه فتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله. أقول هذا للشعب الليبي وأقول هذا لجميع بلاد المسلمين، من حج ويعتمر فلا ينبغي أن يحج ويعتمر ويدفع الأموال لحكام السعودية ليقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا. ليس ذلك فحسب، بل أن الغرياني وفي ذات الحلقة أفتى بفتوى غريبة أخرى، ألا وهي وجوب إخراج الزكاة لمن وصفهم بالثوار المقاتلين في طرابلس، وذلك لدعمهم وتوفير احتياجاتهم لأنهم يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الناس. كما دعا الغرياني الناس لدفع كل ما يستطيعون من مال فوق الزكاة لهؤلاء المجرمين الذين قال بأنهم يواجهون الرصاص والمدافع والطقس السيء للدفاع عن الأعراض والأرواح، وذلك على حد زعمه، مشيرا إلى أن لا فائدة من تكرار الحج والعمرة وبأن تكرارها إثم لأن أموالهم تستفيد منها السعودية. عوض برغثي، ليبيا الحدث. العاصمة طرابلس والتي عانت من سيطرة مجموعة من الميليشيات المسلحة يحملها السكان مسؤولية جرائم الخطف والقتل والاغتصاب التي تحدث للنساء هناك. التقرير التالي يسلط الضوء على أبشع جرائم الميليشيات في حق نساء الليبيات في طرابلس. وسط قانون الغاب الذي تمارسه الميليشيات في طرابلس، هناك ممارسات عنيفة ومخزية تمارس في حق النساء هناك.
يتعرضن لكل أنواع التحرش والاضطهاد والاغتصاب باعتبارهن الحلقة الأضعف في ظل الانفلاتات الأمنية وغياب أي قوانين ضابطة. نستذكر الصدمة الصعبة التي استيقظ عليها الليبيون والعالم بأجمعه عندما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر إحدى النساء الليبيات تتعرض للاغتصاب من قبل عدد من المسلحين في إحدى المقرات التابعة لهم، رغم توسلتها لهم بإخلاء سبيلها مرددة: حرام عليكم، عندكم ولاية. رددتها السيدة على مسامع مغتصبيها قصد ثنيهم عن عملهم الدنيء وعدم إيذاء ابنتها، وهي أبشع جريمة قد تحدث للشرف الليبي. مخاوف عميقة تراود النساء في العاصمة، فكل شيء بات مباح في حكم الميليشيات. هذه المقاطع المصورة تظهر اعتداء الميليشيات على النساء في شوارع العاصمة وأمام المصارف، ويترك للمشاهد التعليق عليها. وما خفي كان أعظم، تعتبر هذه الحوادث عينة من الانتهاكات الإنسانية التي وصلت حد الخطف والتحرش والاغتصاب بهدف الابتزاز، منها اختطاف فتاة وتصويرها دون ملابس، حيث ظهرت الفتاة وعليها كدمات على وجهها ليتم إجبارها على قول ألفاظ بذيئة. وبعد انتشار الفيديو ظهرت الفتاة مرة أخرى ولا يعرف ما إذ كانت مجبرة أو تم اختطافها من جديد، لتقول أن ما حدث كان جراء مشكلة أسرية مع طليقها، رغم أن الفيديو الأول لم يكن ذا طابع يوحي بأنها مشكلة أسرية. تمر هذه الحوادث دون عقاب، وتكتفي حكومة الصخيرات ووزارتها الداخلية بالإدانة فقط عبر بياناتها، فهم لا يملكون سلطة على الميليشيات هناك، مقاعدهم أهم من دمي وعرضي وكرامة الليبي. رواند لعبيدي، ليبيا الحدث. أعلن منتسبي جهاز الأمن الداخلي في كل من غدامس ودرج وسيناون وشعب وجميل ورقدالين والعسة وزلطن والوطية أن كل الأجهزة الأمنية والشعبية جميعها تحت الحكومة المؤقتة وعلى رأسها جهاز الأمن الداخلي. هذا فيما أكد المنتسبون في بيان لهم على استعدادهم التام لتنفيذ الأوامر في محاربة الإرهابي وتطهير البلاد من العصابات الإجرامية والخارجين عن القانون. أكد حراك جيشنا طوق النجاة وقوف كافة المدن والمناطق خلف القوات المسلحة والقيادة العامة دعما لعمليات العسكرية في تحرير البلاد من قبضة الميليشيات الإرهابية والمطلوبين دوليا. هذا كما طلبوا في بيانهم الأمم المتحدة بمعاقبة حكومة الصخيرات وعلى رأسها فايز السراج بعد ثبات تورطه في دعم الجماعات الإرهابية. فأننا نؤكد على التالي: أولا، ليبيا واحدة موحدة، يقف شعبها في كل المدن والقرى والمناطق مع القيادة العامة لقواتها المسلحة في حربها ضد الإرهاب ولفرض سيادة وهيبة الدولة. ثانيا، إن معركة طوفان الكرامة هي معركة الشعب الليبي في أرجاء الوطن، تخوضها قوات الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية التي سفكت الدماء وعاثت فسادا في الأرض، ولفرض سيادة الدولة وهيبتها وحفظ كرامة الوطن والمواطن. ثالثا، نطالب هيئة الأمم المتحدة بنزع الشرعية عن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بعد إثبات تورطهما في دعم جماعات الإرهاب وهدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان وأعطاء الشرعية للميليشيات والعصابات المتطرفة. رابعا، نرفض التدخلات الأجنبية الداعمة للجماعات الإرهابية
والإجرامية في ليبيا، وعلى رأسها القوات العسكرية الإيطالية المتواجدة في مصراتة والتي انتهكت سيادة الدولة الليبية. ونطالب بإخراج أي قوات عسكرية أجنبية من ليبيا. خامسا، نطالب كل شرائح المجتمع الليبي أو على المدن والمناطق والقبائل بجميع تركيباتها للوقوف مع أبنائهم في القوات المسلحة للجيش الليبي ودعمهم بكل السبل في معركتهم في سبيل الكرامة الوطن. والله أكبر، وعاشت ليبيا موحدة أبية. والآن مشاهدينا وقفة مع الاقتصاد. هذه جولة اقتصادية جديدة، السلام عليكم مشاهدينا. نبدأها بداية بالعملات. حافظت العملات الأجنبية على المستوى الذي أقفل عليه السوق بالأمس، كما نتابع مشاهدينا عبر الشاشة أسعار العملات الأكثر تداولا في السوق الموازية والتي لم تسجل أي تغييرا خصوصا في منطقة الحدود الشرقية والغربية بالإضافة إلى ليرة التركية. ننتقل بكم إلى المؤشر العام. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى معدل في شهر أبريل للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 2018. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ذروة 2019 إلى معدل تصاعدي متواضع، لكنه بشر الشركات والمستثمرين. من جديد، يبرز الملف التجاري الليبي التونسي على السطح بسبب القيود التجارية التونسية بعد حجز الديوان الأيام الماضية صندوقا من الحليب يعود لمواطن ليبي كان لغرض الاستعمال الشخصي وليس التجارة، إلا أن موظف الديوان قام بحجزه وتقييده ضمن المخالفات باعتبار أن التعليمات من الجانب التونسي تفرض منع تصدير بعض السلع إلى دول الجوار من بينها الحليب وبأي كمية كانت. في المقابل، سمح معبر ليبيا الغربي للأجانب في ليبيا اصطحاب سلعا بقيمة 10,000 دينار ليبي شريطة إقامة أو الإقامة بها لمدة تتجاوز 24 ساعة، أي بالمرور هذا المبلغ الذي يمكن للأجانب أن يصدروا به 400 صندوق حليب لدولهم، على سبيل المقارنة مع الحادثة التي أثارت الرأي العام في فبراير الماضي، حيث قال محافظ مصرف تونس المركزي مروان العباسي أن التبادل التجاري مع ليبيا ارتفع ليصل إلى 1,200,000,000 دينار تونسي. وبحسب العباسي، أن التعاون مع ليبيا ساهم بشكل واضح في توطيد العلاقات التجارية بين البلدين، ولم يخف العباسي في كلمة له أمام مجلس الشعب أن السوق التونسية تخسر فرصا تجارية قيمتها نحو 6 مليارات دولار من السلع التي تصدر إلى ليبيا والجزائر. وافق محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء علي الحبري على تسيير مرتبات موظفي القطاع العام لثلاثة أشهر، وهي إبريل ومايو ويونيو. وبحسب ما أعلنه مدير إدارة السيولة في المصرف المركزي رمز الآغا عبر منشور في حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أوضح الآغا أن تسييل مرتبات تتم بشكل فعلي لمصلحة وزارة المالية التابعة للحكومة المؤقتة بعد موافقة محافظ مصرفي ليبيا المركزي علي الحبري الأربعاء على إتمام كافة الإجراءات اللازمة. بهكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الجولة. إلى اللقاء. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مقاطع فيديو تفضح وتكشف مشاركة أجانب في القتال في صفوف الميليشيات في طرابلس ضد الجيش الليبي. قبائل ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغربية يؤكدون دعمهم الكامل للقوات المسلحة. وميليشيات السراج تجبر ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام إلى صفوفهم. وللمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، تليجرام. وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث
عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة وفي أمان الله.